البرنامج برعاية أودي إيترون جي تي الكهربائية كليا. أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من إكسبو 2020، نسلط الضوء من خلالها على أبرز الأحداث والفعاليات التي شهدها المعرض هذا الأسبوع. أسبوع السلع الزراعية المستدامة، جهود مكثفة لمعالجة التغير المناخي، مبادرة تكنولوجية خالية من الانبعاثات الكربونية، وأيضا شجرة الحياة ضمن جولتنا في الجناح الماليزي. في بلدنا نشارك في الاستدامة الماليزية من خلال المجلس الماليزي لإصدار شهادات زيت النخيل، وبذلك نظهر للعالم مدى جديتنا في الترويج لسلعنا الزراعية. والسبب الذي يجعلنا نشارك في إكسبو هو رغبتنا في أن تصبح كل من دبي ودولة الإمارات بوابتنا للانتقال إلى دول مجاورة أخرى بهدف الترويج ونشر الأمور الإيجابية لقطاع السلع الزراعية. شهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس زيت النخيل الماليزي ولولو هايبر ماركت لتسويق المنتجات القائمة على زيت النخيل الماليزي في الإمارات. هذا ويستمتع الزوار بالجناح الذي يمثل مفهوم الغابات الاستوائية وتنشيط الاستدامة والعلاقة التكافلية بين الإنسان والطبيعة المتمثلة بشجرة الحياة، بالإضافة طبعاً إلى تكنولوجيا خالية من الانبعاثات الكربونية. في إطار رؤيتها 2030 تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى التحول إلى اقتصاد رقمي واقتصاد أخضر مستدام. منتدى استثمر في السعودية سلط الضوء على هذه المحاور لنتابع. يعني مجرد إشارة للتنوع الثقافي الرهيب اللي موجود بالمملكة العربية السعودية، تنوع المواسم في ذات التوقيت من بين الشمال الجنوب الشرق الغرب، تنوع أيضا الاستقبال، أيضا هذا ينعكس على عملية الأكل، عملية التاريخ اللي موجود، عملية الثقافة اللي ممكن تنعكس حتى على عملية التعاطي مع المستثمرين. أعتقد أنه في فرص عظيمة جدا لاكتشاف السعودية. قطاع الاستثمار في المملكة العربية السعودية قطاع واعد. المملكة العربية السعودية فتحت أبوابها للجميع للاستثمار في المملكة العربية السعودية في القطاع غير النفطي، في قطاع السياحة، في قطاع الاتصالات، في قطاع التعليم، في قطاع الفندقة، في قطاعات عدة الطاقة المتجددة وغيرها. اليوم نعرف الزوار عن استراتيجية الاستثمار الوطنية اللي أطلقها سمو سيدي قبل فترة، عنيت عن ضخ 7 تريليون دولار في الانفراستراكشر اللي راح تساعد بالنهضة التنموية للمملكة العربية السعودية أنها تكون من أقوى 15 اقتصاد عالمي من المرتبة 19. كل هذا وأكثر نعرفه اليوم في استثمر في السعودية بتعاون مع وزارة الاستثمار. يأتي هذا المؤتمر بناء على عدة جلسات مع عدة دول تم تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية معها في هذه المنصة الجميلة، منصة إكسبو دبي 2020. ديوا السباقة في تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا تطلق منزلها الذكي. عند الدخول إلى جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو 2020 دبي، سيشاهد الزائر 5 منصات رئيسية تشكل أهم مشاريع ديوا، حيث تأتي مشاركتها بما ينسجم مع دورها كشريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو. ويضم الجناح مشروعات ومبادرات الهيئة المبتكرة لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
لإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم. مبنى الشراع هو المبنى الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، يتم إنشاء حالياً في منطقة الجداف. المبنى يتكون من 15 طابق، المبنى يتسع 5000 موظف. المبنى بيكون أول وأكبر وأذكى مبنى حكومي في العالم صفري الطاقة، يتكون من ألواح شمسية على سطح المبنى وأيضاً على واجهة المبنى بمساحة 20,000 متر مربع على سطح المبنى وأكثر عن 1,000 متر مربع على واجهة المبنى. وخصصت الهيئة منصة ضمن جناحها للمسابقة العالمية للجامعات لتصميم البيوت المعتمدة على الطاقة الشمسية لاستعراض نماذج البيوت التي تشارك بها الفرق الجامعية في الدورة الثانية من المسابقة والتي ستعقد بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، إلى جانب المنزل الذكي الذي حقق المركز الأول في الدورة الأولى من المسابقة التي نظمتها الهيئة عام 2018. منزل المستقبل هو المنزل الفائز في النسخة الأولى من المسابقة التي نظمناها في 2018، هو المنزل فريق جامعة فيرجينيا تك من الولايات المتحدة. يعرض المنزل في جناح ديوا في منطقة الاستدامة في أكسبو بعد أن تم عرضه في تايم سكوير في نيويورك. هدفهم هو تطوير عملية بناء المنازل بحيث تكون كفاءتها عالية وتستهلك وقت وموارد أقل. ربما يكون التوجه نحو الطاقة النظيفة ليست بالفكرة الجديدة لبعض الحكومات، ولكن مع الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي لعبت دورا كبيرا في دعم تلك التوجهات وتطبيقها على أرض الواقع. تصميم فريد مستوحى من شبكة صيد السمك أو ما يسمى بالعمية بالسلية في إيحاء لاستحواذ الفرص المستقبلية لعراق جديد، وبالفعل هذا ما طرح في منتدى استثمر في العراق هذا الأسبوع. كانت حريصة الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة استثمار بغداد للمشاركة. اليوم عندنا منتجات مع شركائنا الحقيقيين نعرضها في أكسبو من مشاريعنا اللي حقيقة حققت من خبرة كبيرة في دولة الإمارات العربية. احنا صار عمر الشركة أكثر من 25 سنة، اكتسبنا كثير من الخبرات، نقلنا كثير من المشاريع الاستثمارية الناجحة إلى العراق، واليوم احنا فرحانين وسعداء جداً أنه نشارك زملائنا وشركائنا الهيئة الوطنية للاستثمار بهذا الحدث المهم في أكسبو 2020. الجناح العراقي وبالأكسبو بصورة عامة يعني كان أكثر مما توقعناه، وإلى حد الآن الشهر الرابع احنا دا نشوف اكو زيادة بكمية الزوار وبالأخص زيادة بالاهتمام بالفرص الاستثمارية اللي موجودة، ونحن سعداء جدا اليوم بانطلاقة أول يوم من أسبوع الاستثمار مع الهيئة الوطنية للاستثمار. طبعا عقد منتدى قيادة الأعمال الأسيوية ABLF في جناح دبي العطاء بمشاركة نخبة من المدراء التنفيذيين لأبرز الشركات العالمية. الرقمنة المتزايدة لوسائل الإعلام والفرص والتحديات من أبرز المواضيع التي تم مناقشتها خلال المنتدى، بالإضافة إلى استراتيجية الشركات لكبح التأثير السلبي لجائحة كورونا. The most important thing still as I said at the end of the day you need the human touch in the news. You cannot
news as a product is a human product. So you need to have the human touch in it. جزيرة الإلهام والإبداع ومن أجمل الوجهات السياحية في العالم، تسخر بتاريخ عريق ومناظر خلابة. اختيارنا هذا الأسبوع وقع على إيرلندا وجناحها في أكسبو 2020. تعتبر إيرلندا من أجمل البلاد في العالم بطبيعتها الخلابة وسواحلها الطويلة، وتتميز بموقع جغرافي استراتيجي بين شمال أوروبا وأمريكا الشمالية. وتتمتع هذه الجزيرة الساحرة بموارد طبيعية مثل الغاز الطبيعي والزنك، وهي معروفة بأعمالها الفنية والموسيقية التقليدية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا في معرض أكسبو 2020. لقاء جديد يجمعنا معكم الأسبوع المقبل في الوقت نفسه. هذا البرنامج برعاية أودي إيترون جي تي الكهربائية كلياً.